ده انا هخلي الكلام ده خطر اقوله ولا لا؟ بجد والله، بجد بكلم بجد. قلت له ده انا هخلي اللي يوافق لجنه برئاسه قاضي وتروح لها النتائج مميكنه عن طريق وزاره الصحه الى القاضي ده في اللي هيدي تصريح سلامه التحاليل، مش كده؟ حصل بقى. طب حد يقول له انت بتعقدها بقى ولا ايه؟ لا 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 والله، ده انا بطمن الام والاب اللي هم عندهم ابناء، خلي بالك وانت داخل على ده، احنا بنعمل اجراءات، الاجراءات دي الهدف منها، هو انتوا فاكرين الجواز ده حاجه بسيطه؟ ده اغلظ ميثاق. اغلظ ايه؟ اغلظ ميثاق بين الراجل وبين ففي قاضي، والقاضي ده معاه دكاتره مستشار من عندكم يا دكتور خالد، بيشوف الفحوصات ديت وبيؤكد وبيدي الاذن للمأذون انه يعمل ايه؟ يوثق، انه يعمل العقد، لانه الاثنين هيبقوا شافوا بالظبط، مش كده يا دكتور؟ ولا انا هيبقوا شافوا بالظبط الموقف وطمنوا وقبلوا بالنتائج ديت ويتعمل العقد على كده. حد كتير يقولوا انتوا بتعمل ده مش خايف ان الناس تلجا لاسلوب اخر؟ اقول والله احنا انا امام الله بشرح وباكد وبتكلم، وبعدين بنحاول نعمل مسار، هذا المسار يؤكد السلامه، لان هو بيقول كان يعني اللي قاعد هناك ده الدكتور سعد الهلالي ولا مش موجود معانا؟ كان بيقول من 1400 سنة يعني سلامة الـ يعني الزوجين. طب ده كان اللي موجود ساعتها، كان المتاح من معرفة، كان موجود ايه؟ متاح من معرفة. طب المعرفة ايه؟ اتغيرت واتطورت، بقى عندي فرصة اشوف اكتر، لدرجة ان انا اقدر اقول ان الانجاب ده فرص لا قدر الله، ان يحصل فيه خلل او عيب نسبتها كده. طب لو الطب عمل لي ده وانا كدوله ما خدتش بيه، ظلمت ولا ما ظلمتش؟ ظلمت حاله الزواج. ظلمت ايه؟ حاله الزواج. يعني ففي كلام كتير وناقشوا فيه، واللي هتتفقوا عليه هيبقى هو ده اللي احنا هنتفضلوا. استريحوا، اتفضلوا استريحوا. معلش يا ايهاب، خدتك في حته تانية خالص، بس احنا بنستفيد من الاوقات دي ان احنا نتكلم مع الناس ونقول لهم ونشرح لهم الحكايه. يبقى نعمل بقى لقناه السويس صندوق ولا لا؟ بالمناسبه الصناديق دي كلها ما حدش يقدر يصرف جنيه الا ما يقول لي، وانتم ما تعرفونيش شايف الفلوس عامله ازاي. يا نهار ابيض، كل يوم ما فيش عندي حاجه. الفقير ما عندوش غير انه يخلي باله. الفقير ايه؟ ما عندوش غير انه يخلي باله من كل مليم. في ناس ما تعرفش يعني مليم. اتفضل. ليصبح اجمالي المصانع العامله بالشركه 39 مصنعا. تحت امرك. اتفضل. ليصبح اجمالي المصانع العامله بالشركه 39 مصنعا، وقد انعكست